برحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في مشهد جديد من مشاهد النيل. هذا هو يوم الجمعة، واعتدنا كل يوم جمعة أن نستيقظ وهؤلاء الجماعة الإرهابية تخرج علينا في أنحاء مختلفة من البلاد وفي محافظات مختلفة في جمهورية مصر العربية وتبعث بالفوضى هنا وهناك. تتزامن هذه الأحداث والاشتباكات التي تشهدها مصر اليوم في كثير من الأماكن، في القاهرة، عين شمس، مدينة نصر، وكذلك مدينة السادس من أكتوبر. هناك أيضا قتيل حتى الآن في الفيوم، وهناك أيضا في الإسماعيلية، وفي الإسكندرية هناك اشتباكات حتى هذه اللحظة، ولكن لابد من القول بأن القافلة تسير. فاسمحوا لي النهاردة أن احنا طبعا هنتابع الأحداث مع حضراتكم أول بأول، ولكن سوف نناقش بعض مواد الدستور الذي سيخرج إلى النور بمشيئة الرحمن 14-15 يناير، وهو موعد الاستفتاء عليه، وخاصة أن هذه الأحداث أيضا تتزامن مع خروجهم ليعني تعطيل هذه الحركة فيما يخص خريطة المستقبل، وهذه هي اللبنة الأولى من خريطة المستقبل التي وضعها الشعب المصري. دعوني أدخل في الموضوع مباشرة. إحنا معانا ثلاث مواد اليوم، وهذه الحلقات بنخصصها من على شاشة قناة النيل للأخبار لمعرفة السادة المشاهدين بهذه المواد. إحنا معنا اليوم المادة 203 و4 و5 فيما يخص مواد الدستور المصري الجديد المتعلقة للفصل الرابع للقوات المسلحة والشرطة، الفرع الأول للقوات المسلحة، الفرع الثاني مجلس الدفاع الوطني، الفرع الثالث القضاء العسكري، الفرع الرابع مجلس الأمن القومي. يشرفنا بالوجود معنا في استوديو النيل لهذا اليوم سيادة اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون العقوبات. برحب بسيادتك يا سيادة اللواء. أهلا بك يا أستاذة. أرحب بضيفي أيضا الدكتور هشام فهمي أستاذ القانون العام. رحب بسيادتك. أهلا بسيادتك الله خير. زي ما ذكرت يعني قبل أن نبدأ في مواد اليوم والمتعلقة بالمواد التي ذكرتها الآن 203 و4 و5، كيف يمكن سيادة اللواء النظر للأحداث التي تجري اليوم في مصر؟ هناك عدد من القتلى حتى الآن، هناك عدد من الإصابات، وإن تكن يعني لحد ما الحمد لله محدودة حتى الآن، ولكن كيف يمكن النظر خاصة أن احنا خلاص شرفنا على 14 و15 يناير موعد نزول المصريين الشرفاء للاستفتاء على هذا الدستور، كيف يمكن النظر للمشهد برمته؟ أظن أن العبارة الأخيرة التي ذكرتها حضرتك حول اقتراب الموعد هو ما يجن به جنون هؤلاء الذين يخرجون يحاولون أن يعطلوا مسيرة تمثل إرادة الشعب في التحرك إلى الأمام. هذا الدستور هو خلاصة ما توصل إليه عقول وإرادة المصريين جميعا، ولقد حوى دائما تطويرا وتقدما عما سبقه من الدساتير السابقة. هو يحمل لنا من يقرأ ديباجة الدستور ومقدمته يشعر أن هذا الدستور عظيم وتستحق مصر الخلاقة، مصر ذات حضارة آلاف السنين، مصر التي أبهرت العالم دائما حتى آخر لحظة وهي تعاني مما تعانيه حين يخرج 30 مليون شخص. حتى دي بتفكرني بالديمقراطيات القديمة أيام اليونان، حين كانت الديمقراطية أن يجلس الناس جميعا الشعب فيقرروا قانون أو يرفضوا قانون. هنا احنا عدنا لنقدم للبشرية تجربة لم يسبق أن شاهدها أحد أن يخرج 30 مليون. ليس هذا فقط، ولكننا أمام تقدم مبهر. تخيلي أن يكون في مواد الدستور، أنا أذكر لحضرتك باعتبارك سيدة أن هناك مساواة في المادة السادسة بين الرجل والمرأة في حصول كل منهما على حق أن يكون لأبنائه الجنسية المصرية. يعني ممكن هذه لأول مرة. نعم، نطلع من كلام حضرتك بأن ما يفعله تلك الجماعة الإرهابية الآن في مصر مش مفروض ان هو يخوف المصريين من النزول يوم 14 و15، هي دي امور كانت ممكن تكون من الشيء الطبيعي بعد 30/6. طبعا نحن في حالة تحدي وفي لحظة تحدي، وهذا الشعب مخزون
حضارته القديمة قادر على أن يستوعب ذلك ويدرك أن خصمه يريد أن ينتصر عليه في هذه اللحظة، ويدرك أنه أقوى من خصمه ولا يمكن لبضعة مئات أو بضعة آلاف أن يعطلوا مسيرة 90 مليون مصري. نعم. أراد التطور والتقدم وإنجاز خريطة الطريق. نعم دكتور هشام، زي ما ذكرت القافلة تسير، وطبعا احنا هنوافيكم مشاهدينا الكرام بأهم المستجدات بعد قليل فيما يخص الفوضى التي يقومون بها اليوم. طيب خلينا ندخل في المادة 203، مجلس الدفاع الوطني. ينشأ مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية. أنا هذكر المادة الآن. وعضوية رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة يضم رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ورئيس لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت. السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، كيف ترى حضرتك دكتور هشام أهمية هذا التشكيل والتناغم بين أفراده، وإيه اللي استوقفك في هذا المدى؟ بس طبعا عايزين شيء من التبسيط للسادة المشاهدين. أوكي، في البداية ممكن نص دقيقة بس فقط للتعليق على الأحداث، مش هتعمل فيها عشان عندنا ثلاث مواد. نص دقيقة عشان أعرف أن المواد طبعا كلهم متعلقين بالقوات المسلحة، ومعنا سعادة اللواء. نعم. هو أكدر مما لا شك فيه. لكن أنا بوجه سؤال لدلوقتي للحكومة، بقول هل الحكومة جادة بالفعل في الحرص نحو النزول إلى الاستفتاء؟ لو جادة في الحرص عشان المواطنين ينزلوا تمام، إحنا محتاجين قبضة حاجدية. قبضة حاجدية، لأن ما يحدث في المحافظات من إثارة البلبلة ومن بعض الأمور اللي معلش زي ما سبت اللي هو قال هم بضع مئات في نموذج انا هقوله لحضرتك. في كفر الشيخ كانت حصلت مظاهره من فتره لما كنت في ندوه اول امبارح في كفر الشيخ، فاتحكت لي في كفر الشيخ. ولذلك انا بقولها للساده المسؤولين ويشكروا القائم على هذا العمل في كفر الشيخ. خرجوا مجموعه من هذه الجماعه المحظوره، صابهم بالليل، دخلوا الشارع، طفى النور، قبض على كل من كان موجود في المظاهره. ولذلك كفر الشيخ النهارده اسال اي حد في كفر الشيخ هل في حد بيخرج في مظاهرات في كفر الشيخ، يقول لك لا كفر الشيخ ما فيهاش اي اللي قام به مدير الامن او اللي قام به المامور ايا كان موقعه تمام، ممكن يتم تطبيقه في كافه المحافظات. هذا تعليقا على هذه الاحداث. اما بالنسبه لهذه الماده اللي ماده مجلس الدفاع الوطني، طبعا سعاده اللواء انا هذكر بعض الاشياء فيها. ان هذه اللي هو الخلفيه دستورية لهذه. نعم. لهذه المواد مادة مجلس الدفاع الوطني موجودة في كافة الدساتير. يعني أن المقارنة يعني نظامها دستوري شبيه لنا أو مش شبيه لنا، كسبيل المثال موجودة في الدستور الفرنسي، في الدستور الأمريكي، في الدستور الإماراتي، في الدستور اليمني. يعني أنا باطلاعي على بعض الدساتير لقيت أن هذه المادة موجودة. هي أنا بسموها مادة السياسة العسكرية للقوات المسلحة. ازاي القوات المسلحه تمارس سياسه؟ بتمارس سياسه القوات المسلحه من خلال مجلس الدفاع الوطني. يعني لو في اي جهه محتاجه ان القوات المسلحه تتعامل معها سياسيا، بيكون هذا التعامل من خلال هذا المجلس. هذا المجلس كان موجود برضو في دستور او اللي هو السابع 2012. بس الحاجات اللي هقول للساده المشاهدين ما تم اضافته في هذه الماده. الاضافه الاولى هو ان مناقشه موازنة القوات المسلحة.
مناقشة موازنة القوات المسلحة، بالإضافة أن يتم إدراج موازنة القوات المسلحة رقما واحدا. وهذا طبعا احنا كنا اتكلمنا فيه باستفاضة، لأنه من الحاجات الخصوصية للقوات المسلحة اللي هو الموازنة، وده كان طلب ليهم وبالفعل حصلوا عليه. بالإضافة أن الجزئية برضو الإضافة اللي ما كانتش موجودة في دستور 2012 اللي هي حضور رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ورئيس لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. اختصاصات المجلس الأخرى اللي هينص عليها القانون بالإضافة للموازنة، مناقشة الموازنة، وبالإضافة لمناقشة الموازنة بالإضافة لإشراف على مشروعات القوات المسلحة، وبعض الاختصاصات الأخرى اللي كلها متعلقة زي ما بقول لحضرتك هذه المادة للمواطن البسيط، لأن في بعض الناس بتسألنا في المؤتمرات هو إيه مجلس الدفاع القومي، هو إيه مجلس مجلس الأمن القومي. تمام، أنا بقول إن مجلس الدفاع القومي هو اللي بيمارس السياسة بناء على القوات المسلحة. نعم، طيب تعليق حضرتك على هذه المادة سيادة اللواء فيما يخص الدور المنوط به هذا التشكيل اللي ذكرته الآن في الحفاظ على أمن الوطن. أول حاجة تلفت النظر أن هذا التشكيل هو نصفه عسكري ونصفه مدني. نعم. يعني التوازن فيه بين الأمرين وارد. الأمر الثاني أنها يصعب أن نفسر هذه المادة بعيدا عن مجلس الأمن القومي. فمجلس الأمن القومي هو المسؤول عن وضع استراتيجيات الدفاع عن الأمن الداخلي والخارجي، ومجلس الدفاع الوطني يقوم بوضع الخطوات التكتيكية، أي هي مسؤوليته تنفيذ هذا الذي اتفق عليه في مجلس الأمن القومي. إزاي؟ أضرب مثل بسيط. النهاردة أنا في مرحلة بقول من هو العدو الذي يواجهني الآن ويجهد الاقتصاد الوطني ويجهد المواطنين؟ هو الإرهاب. نعم. إذن نحن في حرب مع الإرهاب. من يقرر أننا في حرب مع الإرهاب؟ هو مجلس الأمن القومي. مجلس الدفاع الوطني بقى هنا له دور في وضع الخطط اللازمة في الدخول مع الشرطة وتوعية المواطنين وحماية المرحلة القادمة في الاستفتاء مثلا. هنا دي خطوات تكتيكية اللازمة، هذه واحدة من المسائل الهامة. لكن الأكثر أهمية منها ما يتعلق بموازنة القوات المسلحة. نعم. ذلك أن هناك أمرين متعارضين، أحدهما هو سرية الإنفاق من جانب القوات المسلحة. في ناس معترضة على موازنة. كويس. أنا لي أنا بشتري سلاح، لما اشتري سلاح من طبيعة معينة هجومية او دفاعية تكشف نوايا القوات المسلحة اللي انا بعتبرها من اسرار الدفاع، لما اشتري معدات من طبيعة معينة تكشف ده كمان ايضا، لما ابتدي اضع في الميزانية تفاصيل انني اضع مبالغ معينة للانتشار يبقى هذا يكشف عن التدريب، لما اقول ان انا بغير منهجي في تنميع مصادر السلاح فبشتري من هنا او من هنا، هنا انا كل ما يتعلق بالموارد المالية واوجه الانفاق هو امر يتعلق بسرية القوات المسلحة. لكن الجانب الاخر المتعارض مع هذا هو حق الدولة في ان تعرف كيف تصرف هذه الموارد التي تأتي من ضرائب المواطنين. نعم. لها الحق في الرقابة كمان. فمن هنا كان هذا المجلس هو الحلقة التي تجمع النقيضين بطريقة بسيطة، فهي تراجع ميزانية القوات المسلحة بالدقة والتفصيل، شأنها شأن الجهاز المحاسبي الجهاز المحاسبات القومي، ثم بعد أن تقر تجعله رقما واحدا يذهب إلى ميزانية الدولة على هذا النحو. هذا إلى جانب أن إحنا مش بس كده، كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة من قوانين تصدر وقرارات تعدل وكل ما يتعلق بهيكلها ودورها إنما تعرض على مجلس الدفاع الوطني لكي يقرر بشأنها ما يقرر. إذن أنا بحب أن أنا أربط ما بين الاثنين، وحنلاحظ أن هناك يغلب الجانب المدني لما هنتعرض للمادة ديكها، لكن هنا التوازن قائم، بل إن التوازن أقدر أقول إن أنا عندي 14 عضو نصفهم عسكريين ونصفهم مدنيين، وأنه القاعدة
إذا ما تساوى النصفين يرجح النصف الذي منه الرئيس. هنا الرئيس هو رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية